في شنعان كان بينهم وربما قالوا أز شنوءة تتشنوءة تتشتت غير ما جو ينسب إليها شنوي وقال نحن قريش وهم شنوان بنا قريشا قال ابن السكيت أز شنوءة بالهمز على فعول ممدود ولا يقال شنوءة أبو عبيد الرجل شنوءة الذي يتقزز من الشيء قال وأحسب أن أز شنوءة سمي بهذا هذا في الأرض الأزد هذا قبيلي يمني من جملتهم أزد عمان أهل مسقط وعمان هم قبيلي يمني من الأزد وأزد عمان وأزد آخرين أزد شنوءة وهذا في بلاد أبها ونجران وغير ذلك لكن هذا هنا في قريش من أهل هذا ومنهم أبو داود وألف دار شنان أبي داود الأزدي.